أهلا بكم مشاهدينا إلى حلقة جديدة من كشك الصحافة. دول وحكومات عدة في العالم تدعو إسرائيل لعدم اجتياح مدينة رفح، ورئيس وزراء دولة الاحتلال بنيامين نتنياهو يقول إنه تم تحديد الموعد. بعد تحطم مأساوي لسفينة قبالة جيبوتي، العثور على 38 جثة لمهاجرين كانوا في طريقهم من إثيوبيا إلى اليمن. بعد 6 أشهر من الاختطاف وتدهور حالته الصحية، ميليشيا الحوثي تفرج عن رئيس نادي المعلمين أبو زيد الكميم. أهلا بكم، نبدأ هذه الجولة الصحفية من أبرز تفاصيل الحرب الإسرائيلية على غزة. فبعد أكثر من 6 أشهر ما زال جيش الاحتلال عازما على اجتياح مدينة رفح المكتظة بنحو 1.5 مليون نازح. وقد نقل موقع الجزيرة عن المتحدث باسم الحكومة الإسرائيلية قوله إنهم يقومون بتجهيز ملاجئ للسكان استعدادا لشن عملية عسكرية في رفح. نقل الموقع أيضا عن صحيفة إسرائيل اليوم أن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو قال في تحد للعالم: سنكمل القضاء على كتائب القسام في كل مكان بما في ذلك رفح، ولن توقفنا أي قوة في العالم. نتنياهو قال أيضا إنه تم تحديد موعد الهجوم على رفح، لكنه لم يقدم تفاصيل إضافية. وقد دعت حكومة أستراليا نتنياهو إلى التخلي عن خطط الغزو البري لرفح، وقالت إن الاعتراف بالدولة الفلسطينية هو الأمل الوحيد لكسر دائرة العنف في الشرق الأوسط. ومن ضمن المواقف برز تصريح مسؤول السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي جوزيف بوريل، الذي طالب بوقف إطلاق النار وعدم مهاجمة رفح وزيادة الدعم الإنساني لغزة والإفراج غير المشروط عن جميع الرهائن. نشرت كتائب القسام مشاهد لكمين مركب نفذته ضد قوة للاحتلال الإسرائيلي شرق خان يونس جنوبي قطاع غزة يوم السبت الماضي. وقد وقع الكمين في منطقة الزنة شرق خان يونس، وأطلقت عليه القسام اسم كمين الأبرار، والذي أظهر وقوع قتلى ومصابين من الجنود وتفجير آليات إسرائيلية. كما نقل موقع الجزيرة، فقد تضمنت المشاهد قيام مقاتلي القسام بإعداد عبوات الكمين وزراعتها في المنطقة التي شهدت تنفيذ الهجوم ضد فصيل مشاة كوماندوز قوامه 30 عسكريا. وكانت كتائب عز الدين القسام أعلنت السبت أنها كبدت قوات الاحتلال الإسرائيلي 14 قتيلا وعدة إصابات في عمليات نوعية نفذتها في محور خان يونس بقطاع غزة. بعنوان العربدة الإسرائيلية إلى متى، كتب أحمد عويدات مقالا في صحيفة القدس العربي مذكرا بما يرتكبه الجيش الإسرائيلي من انتهاكات وجرائم حرب ولا إنسانية ومخالفة لكل المواثيق التي أنجزتها الحضارة الإنسانية طوال قرون. نتابع المقال. يواصل الكيان الصهيوني جرائمه في قطاع غزة والتي لم يشهد العالم لها مثيلا في هذا القرن. هذه العربدة الصهيونية الفاشية الممنهجة كشفت أكثر فأكثر عن طبيعة الكيان ووجهه الحقيقي وأهدافه التوسعية والعنصرية، كما عرّت صمت العالم المدوي وتخاذله إزاء هذا الهولوكوست ضد الشعب الفلسطيني. في مجمع الشفاء الطبي الذي حوصر لمدة أسبوعين، ارتكبت قوات الاحتلال أبشع مجازر تقشعر لها الأبدان ويندى لها الجبين، تمثلت بإعدام أكثر من 400 إنسان جلهم من الأطفال والنساء والمصابين، واعتقال نحو 500 واحتجاز 900 آخرين رهنا للتحقيق معهم. وفي مشهد لا تتحمل مشاهدته عين، قام جنود الاحتلال الإسرائيلي بالتنكيل بالمرضى والمصابين وتعريتهم أمام ذويهم. كما أقامت قوات الاحتلال في محيط المجمع ما سمي مناطق إعدام، وأحرقت أبنية كاملة بساكنيها الأحياء، ولم تراعي حرمة الموت إذ عمدت إلى تجريف ونبش القبور وترك جثث الشهداء تتحلل بالعراء. وقبيل انسحابهم قامت القوات الغازية بحرق وتدمير المجمع بالكامل، ليصبح إضافة إلى 32 مشفى آخر خارجا عن الخدمة تماما.
إن ما حدث في مجمع الشفاء يندرج ضمن خطة قادة الاحتلال الرامية إلى تدمير منشآت وتجهيزات القطاع الصحي برمته وتدمير كل جوانب الحياة الفلسطينية، بحيث تصبح غزة مكانا غير صالح للعيش، وبالتالي تحقيقا للهدف الأسمى الذي يسعى إليه نتنياهو ومجلسه الحربي، وهو التهجير القسري للفلسطينيين. أعلنت حركة حماس أنها تدرس اقتراح هدنة يشمل الإفراج عن رهائن مقابل إطلاق سراح سجناء عرض عليها في محادثات القاهرة. قالت حماس في وقت مبكر اليوم الثلاثاء إن الاقتراح الإسرائيلي الذي تلقته من وسطاء قطريين ومصريين لا يلبي أي من المطالب الفصائل الفلسطينية، إلا أن الحركة قالت أنها ستدرس الاقتراح. وقال مصدر في حماس لوكالة الصحافة الفرنسية إن الحركة تدرس اقتراح هدنة على ثلاث مراحل ستستمر 6 أسابيع وتشمل مرحلتها الأولى الإفراج عن نساء وأطفال إسرائيليين محتجزين لديها مقابل إطلاق سراح ما يصل إلى 900 معتقل فلسطيني. لفتت المصادر المصدر الذي طلب عدم كشف هويته إلى أن المرحلة الأولى من الاقتراح تشمل عودة النازحين المدنيين الفلسطينيين إلى شمال غزة، مع السماح بدخول ما بين 400 و500 شاحنة مساعدات يوميا. من جانبه قال زعيم المعارضة الإسرائيلية يائير لابيد إن التوصل إلى اتفاق لإطلاق سراح الأسرى في غزة صعب، لكن يمكن إبرامه، وذلك بعد أن ناقش مع وزير الخارجية الأمريكي ضرورة حل الصراع بين إسرائيل وحماس. قال مصدران مطلعان لشبكة CNN إن الاستخبارات الأمريكية تعتقد أنه من المرجح أن يتم تنفيذ هجوم إيراني على إسرائيل من قبل ميليشيا تابعة لطهران في المنطقة وليس من قبل إيران مباشرة. وأضاف المصدران أن إيران تشعر بالقلق من تصعيد كبير في القتال ولا تريد إعطاء الولايات المتحدة أو حلفائها ذريعة لمهاجمتها مباشرة. تابع المصدران أن إيران والميليشيات التابعة لها لا يبدو أنها مستعدة لمهاجمة القوات الأمريكية أو المصالح الأخرى في المنطقة لأسباب مماثلة. ومع ذلك أشار المصدران لشبكة CNN إلى أن إيران لا تتمتع بقيادة وسيطرة مثالية على جميع الميليشيات التابعة لها، لذلك لا يمكن استبعاد احتمال الهجوم على المصالح الأمريكية بشكل كامل. أيضا قال إن الاستخبارات الأمريكية تقدر أن إيران حثت عدة ميليشيات تابعة لها على شن هجوم واسع النطاق في وقت واحد ضد إسرائيل باستخدام الطائرات بدون طيار والصواريخ. في المقابل قالت إسرائيل إنها مستعدة للرد إذا لزم الأمر، وأضافت نحن مستعدون لذلك ولدينا أنظمة دفاعية جيدة ونعرف كيفية التصرف بقوة ضد إيران في أماكن قريبة وبعيدة. تحت عنوان الكتابة بلغة أخرى، كتبت نجوى بركات مقالا في صحيفة العرب الجديد قالت فيه: كتاب كثر من أصول عربية هاجروا أوطانهم لأسباب لا تخفي على أحد، لكن بعضهم لم يكتفي بمغادرة المكان، بل خلع حتى عباءة لغته من أجل اللجوء إلى لغة أخرى لم يكن يرطن بها في بلاده ما سمع أهله يتداولونها وما أرضعته أمه حروفها وموسيقاها. اللغات لا تستقبل الغرباء بسهولة، لا تفتح لهم ذراعيها ولا تستسلم إلا بعد صراع، إنها كالجياد البرية، تراها من بعيد جامعة لامعة، تسحرك حريتها، يأسرك جموحها، لكنك ما إن تقترب محاولا امتطاءها حتى تنفضك عنها إلى التراب. كان لي صديق هجر بلاده صبيا إلى باريس، كسرت اللغة العربية خاطره وأوجعت، فقرر أن يكتب بلغة الآخر، الذي فتح له مدارسه وكتبه وسمح له أن يعبر بحرية عما يشاء. ثمة أمثلة كثيرة من كتاب عالميين هجروا لغاتهم الأم
من دون أن يمنعهم ذلك من استئناف مشاريعهم الأدبية. هذا ما فعله ميلان كونديرا مثلاً، الذي انتقل إلى باريس في عام 1975 بعد تجريده من جنسيته التشيكوسلوفاكية، ورغم أنه أصبح مواطناً فرنسياً في عام 1981، إلا أنه واصل الكتابة بلغته. عدد الكتاب العرب الذين يكتبون بلغات أخرى في تزايد بالقدر الذي تغسو فيه بلدانهم وتنهار، ثمة من يذم ويحكي عن اختيار العالمية كلغة أو عن خيار الكتابة بلغة المنتصر والقوي. هذا حكم قاس ومتسارع ومتعال، ذلك أن الكتابة حرب لا يخوضها المرء بتهور لإدراكه كم أن أثمانها باهظة. ثمة كتاب عرب أختاروا لغة الآخر لكي يكونوا أحراراً. دعونا نتمنى أن يأتي يوماً يهجر فيه كتاب من العالم لغاتهم الأم لكي يكتبوا بلغتنا. أعلنت المنظمة الدولية للهجرة أنه عثر على 38 جثة بعضها لأطفال بعد تحطم سفينة قبالة جيبوتي. ذكرت الوكالة التابعة للأمم المتحدة في منشور على منصة إكس أن 6 أشخاص على الأقل ما زالوا في عداد المفقودين، ويتوقع أنهم لقوا حتفهم بعد تحطم السفينة المأساوي. أكدت السفارة الإثيوبية في جيبوتي أن قاربا كان يقل 60 مهاجرا إثيوبيا من جيبوتي إلى اليمن تعرض لحادث يوم أمس الاثنين. وبشأن الهجرة الإفريقية إلى اليمن، قالت السفارة الإثيوبية على فيسبوك: كل عام يغادر أكثر من 200 ألف مهاجر خليج عدن قبالة سواحل جيبوتي لخوض الرحلات المحفوفة بالمخاطر برا وبحرا للوصول إلى بلدان الشرق الأوسط. تضيف أنه في السنوات الخمس الماضية لقي 189 شخصا من مواطنيها حتفهم في حوادث على متن قوارب. بعد 6 أشهر من اختطافه وتدهور حالته الصحية في سجون الجماعة بصنعاء، أفرجت ميليشيا الحوثي عن رئيس نادي المعلمين عبد القوي الكميم أبو زيد الكميم. وقالت مصادر محلية لموقع المصدر أونلاين أن الميليشيا أفرجت عن الكميم نتيجة وساطة محلية دامت لأشهر بين أبناء قبائل الحدا وسلطة الميليشيا في صنعاء. كانت الميليشيا قد دهمت منزل أبو زيد الكميم في شهر أكتوبر من العام الماضي في صنعاء، واختطفته من بين أسرته بين أفراد أسرته إلى جهة مجهولة، وذلك بعد 4 أشهر فقط من تأسيسه اللجنة التحضيرية لنادي المعلمين اليمنيين. تهدف اللجنة التي رئيسها الكميم إلى المطالبة بصرف المرتبات التي قطعتها ميليشيا الحوثي عن الموظفين الحكوميين منذ سنوات. وبقيادة الكميم تم تنظيم إضراب شامل للمعلمين في معظم المدارس الواقعة في مناطق سيطرة الميليشيا. تضيف المعلومات الموقع أن الكميم تعرض لإهمال طبي متعمد، وكانت الميليشيا تمنع نقله للعلاج في المستشفى، كما تمنع عنه الخدمات الطبية داخل السجن. بعنوان المقاومة في عدن، هل كانت جنوبية أم يمنية؟ كتب علي سعيد الأحمدي مقالا في موقع المصدر أونلاين جاء فيه: ربما كان هذا من أكثر الأسئلة التي يتم طرحها علي أيام حرب عدن عند إنزال أي بيان للمقاومة أو أي تصريح. وبالطبع من يطرح السؤال لا يستفهم عن كنه المقاتلين ومن أين هم، فالكل يدرك أنهم من أبناء عدن وباقي مناطق الجنوب. فالسؤال المقصود به المشروع السياسي الذي تحمله هذه المقاومة الباسلة. نعود للإجابة عن هذا السؤال، فأقول كحقيقة للتاريخ أن المقاومة كانت تحمل مشروع الشرعية لا غيره، لسببين اثنين. الأول أن هذه الحرب بدأت من عاصمة البلاد صنعاء عابرة قبلاً على دماج وعمران، ثم توسعت إلى باقي مناطق البلاد دون ورود فكرة شمال وجنوب فيها، قدر ما هي انقلاب على سلطة رئيس البلاد الجنوبي. الثاني أنه بعد اجتياح مناطق الجنوب لم يعلن أي مكون حراكي جنوبي رسمي المقاومة باسم الجنوب، وظلوا يراقبون المشهد في صمت مريب، بل بعضهم صرح بكل وضوح باعترافه بهذا العدوان.
لا شك أن القضية الجنوبية وتاريخ المظالم التي ارتكبها نظام علي عبد الله صالح كان له دوره في شحذ همم الناس في مختلف مناطق الجنوب للوقوف أمام هذا الاجتياح الذي تبناه الرئيس السابق، إضافة إلى العامل الثاني المهم وهو الوقوف دفاعاً عن العقيدة أمام مشروع إيراني يحمل فكراً دينياً سلالياً يعتنق أفكاراً ضالة ومنحرفة. ولكن هذا كله لا يجير الأمر إلى كون كل المقاومة أو أغلبها ترفع مشروعاً سياسياً مخالفاً للشرعية اليمنية. نشرت صحيفة الغارديان صوراً للدمار الذي أحدثه جيش الاحتلال الإسرائيلي في خان يونس. نشاهد كيف بدت المدينة بعد 6 أشهر من الحرب. أيضا مجموعة من رسوم الكاريكاتير في آخر جولة لنا لهذا اليوم، نتابع. وبهذا مشاهدينا وصلنا إلى ختام حلقتنا لهذا اليوم من كشك الصحافة. نشكركم على المتابعة وعيدكم سعيد وكل عام وأنتم بألف خير.